أيها السادة والسيدات، المرة دي تانية. Dear gentlemen and سيدات، باقي من الزمن 5 دقائق على إعلان نتيجة البكالوريوس. مفهمني؟ يعني أخدت بكالوريوس يعني؟ أنا أخدت بكالوريوس؟ متعرفونيش. أنا في البكالوريوس جامد كله. البكالوريوس ده ما يبث الشعرة شعر. بصوا. يبقى اكيد بتحب. يعني اقول لها؟ ايوه
تعمليش زي امك وتعتمد عليا في كل حاجه. انا بحب وانا كمان بحب. انا زيك بالظبط. اجمل حاجه ان انت تبني حياتك جوه الحلم اللي انت عايشه، تبقى حر في اتخاذ قرار محدش يفرضه عليك. وعشان تبقى حر في اتخاذ قرار لازم يبقى قرارك من راسك وطعامك من فاسك زي ما قلت لك، والا يبقى الموت احسن. لا 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 يا ابا، هنعيش طبعا. هنعيش حتى لو نقرقش الزلط ونصف التراب، لازم نعيش. المهم يبقى قرارك من راسك زي ما قلت لك. يعني اعيط يا عبد الله؟ ايوه عيط. عيط واضحك والعب. عيط يا صالح واضحك وما تشربش اللبن. مش هشرب اللبن باليدين. عيط يا صالح. عيط واعملها على نفسك كمان. ما تخافش. النهارده تعملها على نفسك. بكره تعملها زي الناس. وبعد بكره تبقى احسن من الناس كلهم. تبقى زي ما انت عايز. المهم تبقى زي ما انت عايز مش زي ما اي حد تاني عايز. يا ابو خليفه جبت المطلوب؟ يا ابن المطلوب. برافو عليك. اوعى يكون حد سمع. الواد سليمان اتفقنا. العبيط ده. اوعى تكون قلت له حاجه. انا كويس كويس قوي. عملت له ايه يا عم كويس؟ واخد الصابون ده كله ليه يا مجنون؟ اصل الحقيقه يا بنت مجدي هدومي وسخه. وكل الصابون ده عشان هدومك الوسخه يا مجنون. اصل اغسل هدومي الوسخه بصابونه، واغسل جلدي الوسخ بصابونه، واغسل مخي الوسخ بصابونه. وصدقني اكيد اصل انا كويس. ده انت عظم. هنشتغل؟ اه هنعمل الشطرنج. انا جبت لكم السكينه وحبيتها عند سيد. اقعدوا بقى كده واقطعوا قطع الشطرنج. فيل ووزير. ايوه وملك ووزير وحصان. بس هنلعب على ايه؟ ياه خلصوا عشان عندنا بروفه الليل. انا هعمل ملك جيخي عشان نضحك عليه كلنا. وانا اول مره مع سيد عريضه. امبراطور. ايه؟ ايه يا عريس ده؟ ايه مالك مطرود؟ مفيش حد هنا؟ خايف عليك؟ سلام عليك وعلى قلبك الطيب. انا شايف الرئيس ده واخد بالك كده. هتعمل ايه يعني؟ شطرنج وبروفات. اذا كان هيتقف كده هنخاف من كل حاجه بنعملها؟ يبقى مفيش حاجه بتتعمل. الناس اللي معانا دول لازم يحسوا بوجودنا، لازم يفكروا معانا. نحرك عقولنا لغايه ما نقدر نهرب من الشخيبات. واقصوا يعني عاجبك السجن اللي احنا فيه ده؟ مش هنعرف منه. لازم نعرف. حاولت قبل كده وما عرفتش. السور حوالينا من كل حته، سور حيطان وسور سلم وسور بني ادمين. نفكر شويه يا عويد. وانت عايز تهرب ليه؟ ما بره زي جوه مفيش فرق. لا في فرق. في بره ناس عاقلين حتى لو مش حواليهم. في امل انك تشوفهم وتكلمهم وتعرفهم ويعرفوك. في بره ناس عاقلين لكن عاملين مجانين. عارف ليه عاملين مجانين؟ علشان خايفين. واحنا هناك هنبقى زيهم وقلع من دول. مش ممكن. مش انت اللي تقول كده يا عويس يا اخي. لا ظهري بتفتح معرفش ليه. صدقني صدقني هنا ارحم قوي. مرة لما تيجي داخل تفتح على نفسك. بره هتشوف الفرقة ولاد. بره هتدوق المر وتضحك على نفسك وتقول ده قضاء ولاد. بره إذا ما بقتش زي كل الناس هترجع هنا. سواء بإرادتك أو غصب عنك. وتفضل هربان بإرادتك زي ما أنا هربان. بره لو خرجت تهرب من كل حاجة. وتفضل حياتي هروب في هروب. نهرب احنا لولادنا. واولادنا يهربوا عشان ولادنا. محدش يعرف ايه هي الحياه. مدوخين كده. هتلف وتقوم وترجع احنا تاني. لا مش هرجع. هترجع. ايه؟ نهايه؟ اعمل زيك. كده مش ممكن. انا لازم اخرج من هنا. لازم كل الناس تخرج من هنا. مفيش غير حل واحد مجنون يخرجنا من هنا. وانا لا ايه؟ وانت لازم تساعدني. لازم تساعدني يا ويس. الناس اللي معانا دول لو حصلوا وجودنا
هيبقوا حاجة تانية. كل واحد هيبدأ حياته من جديد. أحلام وأمال ومحمود ونورة وهند وصالح وكلهم. أحلام، أنا كان عندي ثورة زيادة، كنتش بعمل حاجة كان كله علشان إحنا. وإحنا دي في وقت من الأوقات الدنيا أوحش كده. إحنا دي كانت بتاعتنا كلنا. لكن زمايلي اللي انتخبوه كنت بدافع عنهم وعن مصالحهم، هم اللي ضربوني. ازاي؟ مش فاهم. في يوم اخترعوا لك نظام جديد، قال ايه؟ معاش مبكر. كرسي الطلب اصلا طلب ضحك على زمايلنا بجد 1000 جنيه عشان يسلموا الشركه عشان يبقوها، لكن انا قاومت واعترضت ووقفت لوحدي حالي. للدرجه دي؟ فاكر لفيت يا قضيه، هديت منها موقوف، ولما جت الخطفه قاومت واعترضت، قلت بلاش 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 تخصخصونا. شركتنا شركه بقى فاتحه 3000 بيت، كل بيت فيه 5 على الاقل. فكنا مالولنا الخطخطة أمر حتمي، نحن في زمن الاقتصاد الحر وزمن العولمة. عولمة مين يا عم الحر دي؟ فضلت أعترض وقاوم، حد اجتماع، وفي النهاية ضاعت الشركة وبقت خراب. أصلحت مين؟ محدش عارف. لفيت قضية شنب وتحرير وتعطيل ومرستان أزرق لحد ما شرفت هنا. والباقي الباقي انت عارف. ايوه عارف، بس اللي بيحصل ده بيخليني اصمم اكتر على اللي في دماغي. احنا في نظر العالم كله شويه عيال، حاجه ولا ليها اي قيمه ولا لازمه، مع ان محدش حاول يفهم. احنا عايزين يبقى لينا دور في كل اللي بيحصل حوالينا، ما نبقاش زي طور ومتخمي ومربوط في ساقيه. احلام ما تحطمنيش، انا هنا بتخنق كل يوم، بتحصل حاجة جديدة تفقدني إحساسي بوجودي وكياني وروحي. أمال أنت جيت هنا ليه؟ ما تفتكرش إن أنا غلطت لما جيت هنا. أنا معاك، لكن ما تخافش، هي المسرحية دي اللي هتخرجنا من هنا. هنمثل الحقيقة ونحقق التمثيل، الخيال هيبقى واقع والواقع هيبقى خيال. المهم إن إحنا نخرج من هنا، ولازم ننجح.